حتى 70 تندفع بهذه الصورة الاندفاع الجماعية في تحدي مسافة الألف 400 متر تكافؤ من صفر حتى 70 اندفاع لمارسيل في المنتصف برفقة الرفيعة وكذلك محاولة أيضا لقدوم فهري للمركز الثالث وكذلك طاول بيد وقدوم كذلك مسترو برو. هذه هي الأسماء المتصدرة حتى الآن في المرتبة الأولى. هنا اندفاع مارسيل في الصدارة برفقة الرفيعة من السياج الرفيعة ومارسيل في صدارة هذا الشوط. مطاردة في المركز الثاني من قبل طاول بيد بنصف طول للمركز الثالث ومحاولة قدوم كذلك من بقية الأسماء. أيضا أمير الميدان يبدأ في الظهور من الخارج محتفظا بالمركز الثالث. هنا الرفيعة تتصدر المرتبة الأولى. مارسيل مطاردا تحدي 400 متر. مراحل الحاسم تبدأ بهذه الصورة. الرفيعة من الداخل تبدأ في توسيع الفارق، تتقدم للصدارة، تبتعد برفقة الصاعدي عبد الله. مطاردة مارسيل في المرتبة الثانية وكذلك أمير الميدان ثالثا وطاول بيد رابعا ومحاولة معتزم مع السياج خامسا. هنا الصدارة للرفيعة، هنا عودة لقدوم أمير الميدان مطاردا للدفاع. أمير الميدان ينتزع الصدارة. هنا دسترونجر تتقدم. دسترونجر إذا سيداتي سادتي على خط النهاية بعد أن تقدم أمير الميدان لانتزاع الصدارة. تأتي هذه الفرس دسترونجر لانتزاع الصدارة وتحقيق الانتصار والفوز مع المشاركة الرسمية العاشرة بقيادة المخضرم محمد سعيد. زمن دقيقة 33 ثانية و 74 جزء من الثانية الزمن المسجل لذا سترونج جير التي